يا احمد. كل سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ربنا يسترك. وعليكم السلام ورحمه الله. انا احمد من الغربيه، عندي بس مشكله بسيطه اعرضها عليك، في ما فيش دقيقتين اتنين على طول. اتفضل يا فندم اتفضل. انا اصلا متزوج بقالي 3 سنين ونص، ومراتي غضبت مني اكتر من 4 مرات، كل ده عشان كنت اتفصل من امي، وفعلا عملت لها لوحدها في الدور الثاني، وكل اللي طلبته منها انها بس تاكل امي وتشربها بس، مش عايز منها حاجه خالص، عشان والدتي ست مريضه عندها السكر والضغط وبتعاني من مرض مخ في الاعصاب، واخواتي الاربعه البنات كلهم متزوجين، وانا بسافر وباجي 7 ايام في الاسبوع، سبع ايام في الشهر. تمام. اخر مشكله ان زوجتي وصلت لمرحله انها تفت في وش امي، وحاولنا برضو ان احنا نصلحها، مانيش عارف اعمل ايه ولا عارف ان انا اسوي ايه، ورحت عشان حتى احل الانفصال بالتراضي ما رضوش، قالوا لا احنا هنمشي عن طريق المحاكم، لان انا ماشي بقول الله تعالى وان يتفرقا يغني كل واحد منهما من تحت. لا لا، الايه غلط يا احمد، واسمح لي معلش انا سمعتك بس خليك معايا نص دقيقه. هو انت تقدر تجيب لها خدامه تساعدها يا احمد؟ اقدر اجيب لها خدامه؟ اه شغاله تساعدها في خدمه امك. انا مش عارف ارد عليك في اقول لك ايه الصراحه، قول اي او لا، قول اي او لا، ظروفك الماديه تسمح تجيب واحده ب 600 ب 1000 جنيه في الشهر تخدم امك ومراتك تبقى مشرفه، واجب عليك انك تعمل كده. تمام. لو ما تقدرش يبقى مراتك مجرمه لو سابت امك عيانه وهي تقدر تخدمها وما تخدمهاش. لكن انا ابن امي مش جايب مراتي خدامه لامي، انا جايب مراتي عشان اتجوز واخلف واستمتع. حصلت ظروف عارضه، امي بقت عيانه، اختي بقت مكسحه، ابويا معرفش مين، حالتي الماديه تسمح. ده مش كده وبس، ضمك لو قادره، امك لو قادره انها تجيب شغاله ب 1000 جنيه في الشهر تحميها وتاكلها، ليس عليك وانت ابنها مليم واحد، وامك تصرف من فلوسها. الدين معجنه عمره ما كان معجنه، احنا عجناه. الامر بالترتيب كده، امي عجوز، لكن صلى الله على محمد هنا وهنا وعندها 2 كيلو ذهب ومعاش وفلوس البنك تصرف على روحها، وانت تجيب لها بسكوت كيلو فاكهه. امي ما معهاش، انا ابنها والنفقه عليها وجبه. النفقه في ايه وفي ايه؟ عيش وحلاوه وطحنيه ودواء وكسوه وسكن. انا ابنها، ولا مراتي تتدخل الا في حاله واحده، وانا اقولها لها، انا احمد، انا صلى الله على احمد ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. الـ 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 انا احمد يعني فاهم ديني. ها بص يا عيشه، انا امي دي كبرت وانت عارفه يعني ايه كلمه ام، من غير محاضره وانت عارفه يعني ايه كلمه ام. المفروض ان امي تصرف على نفسها من فلوسها، لكن يا ولدي ابويا سابها غلبانه وهي ملاش حاجه، والمفروض ان انا انفق على امي من مالي واجيب لها شغاله زي ما بجيب لها دكتور، لان انا مش جايبك شغاله واجيب لها انا دكتور، يعني ما اروحش اصرف على امي 100,000 جنيه علاج ودواء على قلبي زي العسل، وما يهونش عليا اجيب شغاله واقول لا، ما انا جايب بنوته في البيت بنت الناس خدامه، ده جهل، ده عمايل ابو جهل دي. فانت يا حبيبتي شايفه لا امي معاها ولا انا اقدر اجيب لها شغاله. البركه فيكي بقى، والجمله اللي جايه دي وجبه تسترينا في امي، الله يسترك في روحك وفي ذريتك. خليها تقول لا بعد الشرح ده، يقول بقى تفرقه وتقول لي الايه غلط يا ابو حميد، لا هي وإن يتفرقا يغني الله كلا منهما. ده إمتى؟ ده لو الجدار وقع ولا صلح نافع ولا بتاع نافع. لكن أمك إيه اللي دخلها في الموضوع؟ يعني إيه أمي تبقى سبب في طلاق يعني؟ ولا أبويا ولا كائنا من كان؟ طلاق ده أنا حتى بقول لكل الدنيا لبنتي أنا أجوزك، لكن الطلاق بتاعك بقول لك الدين، احنا عكا يا عكو عكا، الولي في جواز مش في طلاق، الطلاق ده بتاعها هي، لان هي اللي بتقول مع السلامه يا بابا. لو افرض ان انا عندي بنتي وانا ما بروحش
اروح بيه؟ انا رحت البنت 4 مرات اروح ليه؟ ما انا بتجيني وانا بطمن عليها وكل الحوار اللي بيننا هواريو هواريو مش تفاصيل. مبسوطه خلاص، زعلانه انصحها. لكن افرض ان انا رحت عند بنتي 3 دقايق مش هتقف على الباب وتقول لي مع السلامه يا ابويا وتقفل الباب؟ انا اعرف بقى ايه اللي ورا الباب؟ لا. وافرض ان جوزها مؤدب وراجل شيخ المؤدبين ومحترم ووقف معاها عند الباب، طب لما قفلت الباب هل انا ضامن انه خدها تحت باطه ورجعوا للليفينج روم او للبيد روم او لاي حته خلاها ربنا في الرومات الريسبشنات، خدها تحت باطه بحنيه وطبطب على كتفها على الاقل ياخد ال 200 جنيه اللي انا اديتهم لها، يعني يتمحل السنه كده؟ انا ما اعرفش. ولا انا مشيت من هنا وهو قال لها وراح قرصها من دراعها جاته قرصه و60 قرصه. ما تقولولي، اللي يعرف اللي ورا الباب اللي خلق الوجود ولا يخفى عليه شيء، ده كلام مش داعي اننا نقوله لانه معروف. ها؟ وفي الوقت نفسه هي، فهي صاحبة القرار عايشة معاه ليل ونهار. هي صاحبة القرار عايشة معاه ليل ونهار. هي صاحبة القرار عايشة معاه ليل ونهار. حلوة والله العظيم، موزونة.